اليوم مع ناتاليا ياغي بإيت سمارت بدنا نحكي عن بعض الفاكهة والخضار بفصل الربيع يلي بنلاقيهم بفصل الربيع، موسمهم بفصل الربيع. صباح الخير. مع انه اليوم طقس منه مش ربيعي ابدا. ربيعي صح 100%. اليوم بس لازم نستفيد كمان من اخر شتوى هيك. اكيد بعتقد كمان منيحة للخضرة والفواكه اللي هلا بناكلها اذا شتت، دونك منيحة انها عم تشتي. اكيد الخضرة والفواكه اللي هلا بنبلش نشوفها بموسمها اكيد فيها فوائد كثيره، وخاصه وقت اللي نحن بنتناول الخضره والفواكه بموسمها. يعني هلا صار كل انواع الخضره موجوده خلال كل السنه، بس لازم نعرف شغله انه هالخضره والفواكه اللي بنتناولها بفصلها هي مثل ما بترتاح تكون موجوده فيها فوائد اكثر من وقت اللي نحطها بالبراد نتناولها خارج موسمها. يعني بتكون يمكن طلعت بسوسير او يعني ساعدناها تكون عم تنمى. اللي رح احكي عنه اليوم هو عن اللوز، رح نحكي عن البازيلا، رح نحكي شو الفرق بين البازيلا الخضراء والبازيلا اللي بنطبخها، ان كان من ميله نسبه السعرات الحراريه او حتى من الفوائد الغذائيه. رح نحكي كمان عن غير انواع من الخضره اللي كمان موجوده ويمكن نتنساها، اللي هي الملفوف، الارنبيط، اللي عاده بهالموسم هيدا بتكون موجوده طبيعيا هي بتطلع. والجنيريك. والجنيريك اكيد. والجنيريك. انا قلت يه. لا تقريبا. لكن تنبلش اول شيء باللوز. الاخضر. اللوز الاخضر، نحن بنتناوله على كل الفورم تبعوله، يعني بنتناوله اخضر قبل ما يكون بلغ، وبنتناوله اكيد يابس محمص بالمكسرات. هلا في النوعيه الغذائيه تبع هالنوع من الفواكه اكيد بتختلف. يعني نحن وقت اللي ناكل اللوز اخضر لازم نعرف شغله انه هي تمره اللوز عاده بيكون فيها اول ما تطلع، نحن بس ناكلها للاشخاص اللي بيحبوا اللوز الاخضر بيعرفوا انه في طعمه حلو بس ناكل هال خلينا نكفي نحكي عن اللوز بعد هالوقفه الصغيره. اوكي. منتابع ايت سمارت مع ناتاليا ياغي، كنا عم نحكي عن اللوز، اللوز الاخضر. اللوز الاخضر لكن بس نحن ناخده باول الموسم بيكون بعد ما بلغ، هالطعمه الحلو اللي نحن بنستطعم فيها هي مزبوط وجود بعض الكربوهيدرات اللي هن السكروز اللي هو بيعطي هالطعمه الحلو. دونك هو التمره بحد ذاتها بعد ما صار فيها دهون، نحن بنعرف انه اللوز بنخاف منه لانه اكيد بيحتوي على نسبه دهون عاليه، نخاف منه مش لانه منه منيح بس لانه هو مصدر للدهون، ولازم نعرف اكيد شو الكميه اللي عم ناخذها. ولكن وقت اللي نتناول هاللوز الاخضر بنكون ما عم ناخذ دهون بعد، يعني ما لازم نقول هيدا النوع من السناك او من الفواكه فيه نسبه دهون عاليه لانه بعد ما بلغ. دونك اللي لازم ننتبه له هو نسبه السكر اللي ممكن انه نكون عم ناخذها. نتالي لما يكون من جوا بعده مثل المي 100% مش صار ابيض لا بعده طري بقلب اللوزه بتكون بعدها اكيد ترانسبارنت. هلا هالسكر نحن قد ايه الحصه قد ايه عم نكون عم ناخذ معدل من السعرات الحراريه؟ السعرات الحراريه عاده لازم نحسب تقريبا لكل 6 ل 8 لوزات صغار كانه حصه فواكه، لانه مثل ما كنت عم بقول عم ناخذ سكر عم ناخذ كمان الياف. اللوز الاخضر فيه معدل كثير عالي من الالياف للاشخاص، خاصه عم بحكي انا هون للاشخاص اللي عندهم سكري. نعم. مهم كثير انه وقت اللي ياخذوا هالانواع من الماكولات ينتبهوا على كميه الالياف اللي هن عم بيتناولوها. لكن مهم كثير انه صحيح هي ما فيها دهون بعد ولكن فيها معدل سكر تقريبا 8 حبات من اللوز فيهم 60 سعره حراريه، واكيد فيهم فوائد لانه نحن وقت اللي نتناول هالمواد هاي او هالالياف هاي نحن بنكون عم نخفف من سرعه امتصاص السكر اللي موجود بهالنوع من الفواكه. هلا كل ما بلغ اللوز يعني كل ما قسيت اللوزه كل ما صار عندنا
فات. معدل دهون وبروتينات كمان، لأنه ما ننسى أنه اللوز بيحتوي على معدل صحيح بسيط ولكن هو ممكن أنه يكون مصدر للبروتينات. فإذا بصفي هون صار عنا نسبة، صارت تكوينة اللوزة مختلفة، وبالتالي نحن منبطل نحسبه كفواكه، لازم نصير نبلش نحسبه كمصدر للدهون. وهون أنا نهار الأربعاء كنت عم بحكي عن قديش حصة الدهون من اللوز، يعني هي تقريبا معدل 8 حبات من اللوز. بنكون نحن كأنه أخذنا ملعقة صغيرة من الزيت، أكيد بنكون عم ناخذ بروتينات، أكيد بنكون كمان عم ناخذ ألياف، ولكن مفيدة لأنه الدهون اللي موجودة باللوز الأخضر اللي بيكون بلغ كمان هي شغلة كتير منيحة. لكن ننتبه كيف عم نحط اللوز وكيف عم نحسب حساباتنا. خلصنا من اللوز بنبلش هلأ نحكي عن البازيلا. اوكي، البازيلا الخضراء. البازيلا الخضراء عاده، البازيلا هي من المأكولات او الخضره اللي بنخاف منها لانه كمان فيها سكر، فيها نشويات، وخاصه الاشخاص اللي بيكونوا عم ينتبهوا على كميه النشويات باكلهم، ان كانوا عندهم مشاكل سكري او بدهم يخففوا هالمواد هاي بيتجنبوها لانه فيها او عم يعملوا رجيم فيها نسبه معدل من النشويات اللي عاليه. هلا نحن لازم نعرف شغله، انه في فرق بين البازيلا وقت اللي ناكلها نيه والبازيلا اللي عم ناكلها مطبوخه. بالبازيلا النيه هلا اذا كانت كثير بعدها صغيره كمان مثل اللوز بتكون فيها نسبه سكر اعلى من النشويات، ولكن البازيلا الخضراء وقت اللي ناكلها مش مطبوخه في نوع من فايبرز بيساعد انه الجسم كمان يمتص هالنشويات بشكل ابطأ. يعني اذا انا بدي اقارن نص كبايه من البازيلا المطبوخه ونص كبايه من البازيلا الخضراء، البازيلا المطبوخه انا بمتص النشويات منها كثير أعلى من وقت اللي بكون عم بخدها خضرة من وراء هالألياف اللي بتبطئ وبتخفف لأنه بعد من الجسم امتصاص ما بيمتصها النشويات. دونك وقت اللي نحن نحكي عن البازيلا منكون عم نحكي عن هالفرق هيدا، اما لازم نخاف منها كمان، لازم نتناولها باعتدال. كل شيء الكوانتيتي اكيد مضبوط، ما ناكل كيلو بازيلا لانه سهل اوقات اذا ما كنا منتبهين. كل شيء بنفكر لونه اخضر انه ما فيه سعرات حراريه وفينا ناكل قد ما بدنا 100%. هلا اكيد البازيلا بتحتوي على غير انواع من الفيتامينات، على البازيلا المطبوخه بتحتوي على بروتينات، هي كمان تنعد شبيهه كثير بالحبوب لانه معدل البروتينات فيها أعلى، وكمان فيها أنواع من الفيتامينات مثل الأسيد فوليك، مثل غير أنواع من البي فيتامينز اللي نحن بحاجة إلى. دونك ما لازم نلغيها من نظامنا الغذائي، لازم نعرف شو هي الكمية اللي جسمنا ممكن أنه يكون بحاجة إلى، ونعرف أكيد فوائدها وأهميتها بحميتنا الغذائية. بنتقل هلأ، ما عرف قدي بعد عنا وقت، لا دقيقتين، الخضرة مثل الملفوف والأرنبيط وهالأنواع من المأكولات. هلأ هل فئة هاي من الخضرة بتحتوي على مواد مفيدة جدا اللي هي مواد مضادة للتأكسد اللي هي بتساعد كتير، ودراسات فرجت انه هي من المواد اللي بتعمل وقاية ضد أنواع من السرطان، خاصة سرطان المعدة، سرطان الأزوفاج، وسرطان البروستات. دونك هالأشخاص اللي بهمهم انه ينتبهوا على صحتهم أكيد إذا تناولوا تقريباً حوالي الكوبين من هالفئة هاي أسبوعياً، وأنا عم بحكي هون أكيد قدر المستطاع ما نطبخهم كتير، وشغلي هون كمان مهمة إنه نمضغ منيح هالأنواع من المأكولات. ليش نستفيد؟ لأنه هالمادة هاي بالأخص اللي عم بحكي عنها بتصير ديسبونيبل اكثر للامتصاص وقت اللي تنمضغ منيح. دونك المضغ له فوائد، بنقول لازم نمضغ منيح قبل ما نبلع اللقمه، لانه في بعض المواد بتصير نحن بنقدر نستعملها، جسمنا بيستعملها بطريقه افضل اذا مضغناها منيح. دونك الارنبيط والملفوف والريد كابج اللي فيه كمان عنصر مضاف اضافي لا كمواد مفيده، لازم ناخذهم ولازم ندخلهم
نعملهم بحميتنا الغذائية. كوبين بالأسبوع هي شغلة كتير بتفيدنا، إن كان ني أو مطبوخ، أو حتى إذا يمكن عملناه هلأ تأس بارد، إذا بدنا نعمل شوربة سوب. كمان فينا نتناولهم كمصدر لهالمادة هاي. غير أنه هالفئة هاي من الخضرة بتحتوي على نسبة ألياف كتير عالية، نعم. وكمان على فيتامينات نحن بحاجة إلى يوميا. هلأ في شغلة هون بس بدي نبه المشاهدين، أنه هالفئة من المأكولات ممكن عند الأشخاص هاللي عندهم مشاكل غدد ما لازم ياخدوا كمية كتير كتير عالية منها، لازم يكونوا عم ياخدوا لحديت الكوبين، هي كمية كتير معقولة ما بتأثر عليهم، بس هاللي بياخدوا أكثر من هالمعدل هاي ممكن يأثر عند بعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالغدة، يأثر على سلبيا مظبوط. دونك كل الأشياء الموجودة هلا إن كان ملفوف، أرنبيت، بازيلا، لوز، لازم نستفيد من الموسم ونكلها دائما بموسمها لأنه فيها فوائد أكثر. ما عندنا وقت لجنيريك مرتجي، نحكي عنهم أكيد ما رح ننسيهم لجنيريك بويك إند، نرجع نشوفك الجمعة الجاية على رعد. مشاهدينا وقفة من تابع لايف.